إظهار هذا الحجر القدس، كان يستطيع يدير الرئيس حجر صحيح 5 أيام وش راح تعمل؟ هو عنده أيامات ما شفناش، وعنده أجل مجلس الوزراء، وقالوا بأنه مشكل تقني وكذا وكذا. إذن إما أن الرئيس كان مريض من قبل مجلس الوزراء، ورغم أنه إذا كان مريض لم تظهر عليه الأعراض، إذن كان يجتمع مع مجلس الوزراء بلا ما يشوفهم ويلتقيهم، لأن القضية يلتقي معهم عبر الوسائط هذه. كان يلتقي معهم. ما الذي منع الرئيس؟ وش اللي منعه ما خلاش يدير مجلس الوزراء؟ قال لك مشكلة تقنية وكذا وكذا، مررها. بعدها مباشرة قولوا الرئيس دخل في حجر صحي. 5 أيام علاش تعمل؟ ما حب تقول لي راني شفافية، كثير من بلاوي تصرع عمركم لا كنت شفافية، شفافية على عندكم الشفافية غير في هذه. يعني كانوا يستطيعوا أن الرئيس ما يظهرش 5 أيام وانتهى الموضوع، إذا لقاوه بكورونا راح يعالجوه وما طلع لي حتى واحد. ما الذي خلى الرئيس يبتعد عن المشهد هذه الأيام؟ على فكرة عندما أتحدث عن الأمر هذا أنا لا أتمنى للرئيس، أنا أي مريض يكون حتى يكون خصمي السياسي نتمنى له الشفاء، أنا أتمنى للرئيس الشفاء، وكل المرضى اللي بهذا الوباء نتمنى لهم الشفاء، والناس اللي ما طالهمش ربي إن شاء الله يسترهم. هذه نأكدوا ونأكدوا بأن المرض طبيعي يصيب أي إنسان، قد يصيبني أنا ومنذ أيام كنت حتى أنا مريض وطبيعي جدا هذا الشيء. أنا ما نتكلم على هذا، أنا نتكلم على شيء آخر. ما الذي يحدث؟ ما الذي يحدث؟ لماذا البيان الأول الذي خرج من رئاسة الجمهورية ما يوضحش أن الرئيس، البوست هذا اللي نشره في الفيسبوك يقول بأن الرئيس يمارس مهام، لماذا حطوه وينتظر كأنه ينتظر في رد الفعل الشارع وبعد ذلك يزيدوا يوضحوا وبعد ما؟ ما الذي يحدث؟ إذن الرئيس يقرر يمارس في مهامه وعادي، أنت أصلا كنت ما تلتقيش مع الناس، ما الذي يمنع أنه 5 أيام هذه ما تبانش؟ عادي جدا تقعد في حجر صحي في المكتب نتاعك، ولا حاجة ما تستقبل إجراءات تتعامل مع كيما يديروا بعض الناس، يشك يقعد 15 يوم في داره وما طلع لي حتى واحد. علامة استفهام كبيرة بخصوص هذا الموضوع، علامة استفهام كبيرة. القراءات كل موجودة رغم أنه فيها معلومات تتحدث عن أن الرئيس مريض، ولكنني أنا سمعتها من عدة مصادر، ولكن أنا قلت لكم ماذا سمعت ولكن لست متأكدا ولا يمكن أؤكد هذه المعلومة، ولكن سمعتها قلتها لكم وربما تظهر صحيحة وربما تظهر خاطئة. الرئيس كيفاش ما استطاعش يعمل كشف؟ الآن تسافر تنزل في مطار يعملوا الكشف فوري، يستطيع يقولوا مصاب بكورونا أو لا. كيف رئيس جمهورية ما يقدرش يعملوا هذا الكشف حتى يقعد 5 أيام؟ ترامب رئيس أعظم دولة فوق الأرض عندما تأكد أنه مصاب بكورونا عمل الحجر. إذا الرئيس إما مصاب بكورونا ولكن عمل الحجر فقط وتحت العلاج، أما أنه حجر احتمال أن يكون مصاب بكورونا أنا لا أستبعده. يعني رئيس جمهورية والطاقم الطبي اللي موجود في رئاسة الجمهورية وفي الدولة الجزائرية كل يستطيع في دقيقة يديروا له التحليل ويديروا يديروا يا جماعة نحن نروح نديروا تحليل، فيهم ناس نعرفوهم عندهم مخابر، تديروا من هنا تقعد ربع ساعة يخبرك. إذا المشكلة أنه إما الرئيس مصاب بكورونا ما حبوش يقولوها لأنه كان يقولوها درك راح تأثر على مسار الاستفتاء، أو أنه الأمر فيه أمور أخرى ما نقدر أني نتكلم على أشياء لا أعلم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.